لا عيد للوطن ولا نشيد للعلم، حدد مذهبك واترك عراقيتك. بالعادة العطل الوطنية بالعالم توحد ولا تفرق إلا بالعراق. العطل تفرق ولا توحد، يعني تصير مشكلة مو حل. وهذا اللي أثاره بيان أصدر مئات المثقفين والباحثين البارحة. خلونا نتأمل هذا الملف. أوليات الملف هو أنه قبل أسبوع مجلس النواب صوت على قانون العطل الرسمية بالعراق وألغى جميع القوانين والقرارات السابقة للعطلات، ابتداء من قانون رقم 110 لسنة 1972 وانتهاء بالأمر رقم 25 لسنة 2005. شنو العطلات المقرة بالقانون الجديد؟ العطل هي الجمعة والسبت من كل أسبوع، واحد وعشرة محرم، والمولد النبوي، وعيدي الفطر والأضحى، وعيد الغدير، ورأس السنة الميلادية، وعيد الجيش، وعيد نوروز، وعيد العمال العالمي، فضلاً عن عطل خاصة بأهل الديانات الأخرى. الملاحظ بهذا القانون هو عدم وجود يوم وطني، رغم أنه مجلس الوزراء صوت على يوم انضمام العراق لعصبة الأمم. إضافة لهذا، تم إقرار عيد الغدير كعطلة رسمية لأول مرة بتاريخ الدولة العراقية. بالمقابل ألغيت عطلة 14 تموز اللي كانت تعتبر عيد وطني للعراق، والتبرير أنه حدث 14 تموز هو يوم جدلي مختلف عليه وتمت به إراقة الدماء. عود إحنا ما نحب الدم ياب. هنا نجي للبيان الغاضب اللي وقعوه مئات المثقفين والباحثين وأثاروا به فكرة وجود عمليات ممنهجة لتجريد الدولة العراقية من مقومات وجودها وتعويم وإلغاء رموزها السيادية اللي ممكن تكون مقدمة لتقويض الدولة المدنية. البيان قال أنه بغض النظر عن تباين الآراء حول ثورة 14 تموز عام 1958 إلا أنه هذا اليوم هو يوم تأسيس جمهورية العراق ويجب الاحتفال به، وعدم الاعتراف به يعني وجود نوايا مضمرة بعدم الاعتراف بالجمهورية نفسها وتجاهل مشاعر ملايين العراقيين اللي يقدسون الجمهورية والدولة المدنية. البيان أثار الانتباه أيضاً لمحاولة بعض القوى المهيمنة على الحكم إنعاش الهويات الفرعية الضيقة والولاءات الطائفية والعرقية والقبلية، وهذا اللي يتضح من خلال بقائنا 20 سنة بدون نشيد وطني قانوني. إحنا ما عندنا غير هذا النشيد الوطني اللي غنته هاي ناعما ونعم، ما عندنا غيره يعني، هو مستورد. وايضا عدم اقرار قانون علم الدوله العراقيه. عدا هذا كله، هناك ازمه متوقع تنفجر بسبب التعداد العام للسكان، عاده لوضع خانه للقوميه والمذهب. يعني لازم تذكر شنو مذهبك، مو بس قوميتك، عربي كردي، بس لازم تضيف انت سني لو شيعي. هاي المعلومات كانت موجودة من اول تعداد ايام الانجليز عام 1917 وبقت مستمرة الى ان رفعت من تعداد عام 1977. فشنو الداعي
لإعادته. طبعاً اللي رجعوا لخانة القومية والمذهب يقولون هي مجرد معلومات إحصائية حتى نعرف عدد المكونات، لكن المعترضين يقولون لا، هاي تعكس توجه للقوى المتحكمة بتغليب الهويات الفرعية على الهوية الوطنية، وراح تدمر النسيج الوطني لاحق. هسه الخلاصة شنو؟ بس بهذا البلد ماكو عيد وطني، والعطل الرسمية تفرق ما توحد، بس بالعراق تعداد السكان مهتم بمعلومة أنت سني لو شيعي، بس القادم قد يكون أتعس وأخطر. حياكم.